بسم الله الرحمن الرحيم. Today we start from the book دروس اللغة العربية, page number 38 on PDF, question number 3. Start reading it. أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنيات على الدرس السادس. Answer the following question. This question. These questions. These questions. Leista. The are not. Mubaniyatu. Are not based on the sixth lesson. أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ نعم، ذهب. متى رجعت من المدرسة؟ رجعت بعد صلاة الظهر. أي سورة قرأت؟ أي سورة سورة قرأت؟ سورة قرأت بعد صلاة الفجر. قرأت سورة النبأ. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ لست حفظت سورة. Okay. بالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الخار؟ أو بالماء الخار. غسلت بالماء البارد. بالماء بالماء البارد. من غسل قميصك ومنديلك؟ زوجي غسلت قميصي ومنديري. Okay. Next. أنس الفاعل في كل من الجمل الآتية وضبط الجامل بالشاقي. Change the verb in feminine in each sentence. Each of the following sentences yes is appropriate shakal. Yes, and give appropriate shakal to zamir, or it mean put vowels on the zamir. أشربت شايا يا أحمد. أشربت الشاي يا أشربتي أحمد. الشاي أشربت شايا يا سعاد. يا سعاد. أكتبت الدرس يا علي. أكتبت الدرس يا فاطمة. Okay.
Just give me a minute. أغسلت Give me. أغسلت وجهك يا أخي، أغسلت وجهك يا أختي، أي السورة أصبت سورة ثيابي، أي سورة حفظت يا بني، أي سورة حفظت يا بنت يا بنت يا بنتي. Okay. For the for ya bunayya will feminine of ya bunayya will be ya bunayyati. Ya bunayyati. يا أفهمت الدرس الجديد يا هاشم يا هاشم، فهمت. أفهمت الدرس الجديد يا هاشم، هاشمو أفهمت الدرس الجديد يا خديجة، أين ذهبت أين ذهبت بعد الدرس يا أخي، أين ذهبت بعد الدرس يا أختي. after bada we use kasra bada ad-darsi bada darsi بعد الدرس مجرور، yes next التمرين الخامس، اثبت الضمير بالشاكر في كل من الفاعل من الأفعال الواردات في الجملة الآتية، اثبت الضمير vocalize put the appropriate ضمير yes vocalize the vocalize zamir of all these pronoun all these verbs found in the following sentences أنا ذهبت إلى المطار، أذهبت إلى الملعب يا يوسف، what does it mean؟ الملعب is a laboratory ground playground or ground. ground did you Okay. went to the ground or Yusuf Okay. أختي ذهبت إلى المستشفى، أذهبت إلى المكتبة إلى المكتبة يا فاطمة، ذهبتي أذهبت وأذهبت. ذهبتي سكون با حبتي تأمل ما يلي، consider the following، ذهبت ذهبت تأمل المثلين أعطيني الآتين، أفهمت الدرس يا علي؟ نعم،
فهمته. لا، ما فهمته. أما فهمت الدرس يا علي؟ فهمت، بلى فهمته. نعم، ما فهمته. Okay, Bala Fahimtuhu. Did he understand in this answer, or did he understand the lesson or not? Bala Fahimtuhu. This is from the negative. This is negative sentence. No. Let's, for example, I ask you that, did you understand the lesson? And you answer me, Bala Fahimtuhu. So what will be the meaning of your answer? Did you understand the lesson or you did not understand the lesson? I understand. Okay, good. And Naam Ma Fahimtuhu. In this case, did you understand the lesson or you did not understand the lesson? I did not. Okay, good. Next. هاتي أسئلة مناسبة مناسبة للأجوبة للأجوبة الآتية. أشربت شايا؟ أشربت شايا؟ Okay, good. نعم، شربت. أكتبت درس اليوم؟ نعم، كتبت. أما رأيت، أما رأيت خالدا اليوم؟ بلى، رأيته. أما قرأت هذا الكتاب في بلدي؟ هذا الكتاب نعم، هذا الكتاب في البلد. نعم، ما قرأت هذا الكتاب في البلد. الماسم الأذان؟ فلا. ألما سمعت الأذان؟ فلا، سمعت الأذان. اوكي هل سمعت الأذان؟ لا، ما سمعت. هل سمعت الأذان؟ لا، ما سمعت الأذان. ضربت هذا الولد؟ لا، ما ضربت هذا الولد. اوكي اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية. تلاتية مستعمل الأسئلة الآتية: مستعمل الضمائر هو، هم، ها، هن. أرأيت حامدا؟ نعم، رأيته.
أرأيت حامدا وهشاما وعليا؟ نعم رأيتهم. أرأيت زينب؟ نعم رأيتها. أرأيت زينب وآمنة وسعادة؟ نعم رأيتهن. أرأيت المديرة وأختها وبناتها؟ نعم رأيت رأي نعم رأيت رأيتهن Okay. رأيتهن. أرأيت المدرسة؟ نعم رأيته. أين رأيت أختك مريم؟ رأيتها في المسجد. في المسجد دي في المسجد. أرأيت سيارة المديرة؟ should be المدير أو المديرة، مديرة مضاف مضاف إليه. but here it is also منصوب. اوكي مديرة. او سوري سيارة المديري of منصوب will be سيارة not مدير سيارة المديري. نعم رأيتها. أين رأيت الأطباء يا علي؟ الأطباء، what does it mean الأطباء؟ Doctors, plural. أوكي دكتور طبيب أطباء. أوكي نعم. أين رأيتهم في المستشفى؟ Okay. متى رأيت المدير يا يونس؟ رأيته بعد صلاة المغرب. أرأيت آمنة وخديجة وبريرة؟ نعم رأيتهن. اقرأ المثلين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعمل أنا، وأعلم أن من أخوات إن read the two examples then what أربط بين كل رابط yes rabbit join اربط read the two examples then write then join between both sentences using Anna and know that Anna is from the sisters of Inna. In each line you see sentences two sentences you have to join these two sentences. هو مريض أظن أنه مريض أظن I think
I guess also it mean I guess, but here we say I think he is ill. المدرس ما جاء. The teacher didn't come. Did not came. أظن أن المدرس ما جاء. If I will say أظن أنه ما جاء. This is Is it example. correct? This is example. Just read it. Don't change it. I think that teacher did not came. Okay. أنت طبيب. أظن أنت طبيبا. Where is Anna in your answer? Okay. أظن أنك طبيبا. Yes, أظن أنك طبيبا. Okay. هو من اليابان. أظن أنه من اليابان. هي مريضة. أظن أنها مريضة. مريضة. هم طلاب. مريضة. هم طلاب. أظن أنهم طلاب. أنت جوعان. أنت جوعان. أظن أنها جوعان. No. No, no. أنها أظن أنك أنك أظن أنك أنك جواب. المكتبة مفتوحة. أظن أنها مفتوحة. أظن القهوة أن مفتوحة. المكتبة مفتوحة. القهوة بريدة. أظن القهوة بريدة. Where is Anna? أظن أن القهوة بريدة. باردة. باردة. Yes. القهوة is not منعوت. But it is manud, lekin here al-kahwata is mansub because of anna, so we will not change barida. Barida will remain in its original shape, baridatun, and kahwa will be kahwata. Anna al-kahwata baridatun. Azunnu anna al-kahwata baridatun. محمد ذهب إلى مكة. أظن أن محمد ذهب إلى مكة. فاطمة في المكتبة. أظن أن فاطمة في المكتبة. أنتم مدرسون. أظن أنكم مدرسون. Good. اقرأ ما يلي. Read the following.
11 طالبات، اثنتا عشرة طالبة، 13 طالبة، 16 طالبة، 17 طالبة، 18 طالبة، 14 طالبة، 15 طالبة، 19 طالبة، 20 طالبة. اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتبة الأرقام ما كتابة الأرقام؟ الواردة، مع كتابة الأرقام الواردة فيه حروفي بالحروفي. كم سنوك؟ What is سنوك؟ What is your age? Sir. What is your Read age? the following sentence. You have to read the following sentences. Then you have to Write change them. the number. Then write them Yes, you with writing the write them. numbers found in it in the form of words. كم سنوك؟ سنوك. What is your age? Okay. Yeah. He is asking what is your age. Come Sinuka, what is your age? Sinni. Okay, what's your age? سني 19 سنة. أشرطة سنة. أوكي، 10 سنوات. سنة مؤنث. Yes, سنة is مؤنث, so that's why we are using أشرطة. تسعة أشرطة سنة. قرآنا، قرأنا قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. صفحة. Remember that صفحة. in counting 11 to 20 madud will always be mansub. Okay. صفحتان من هذا الكتاب، من هذا الكتاب، من هذا الكتاب. كتابي. في هذه الحفلة، حافلتي. في هذه الحافلتي. في هذه الحافلة 18 No, no, راكبا. no, 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 this is masculine. Okay. 18 راكبا. No, no, no. ثمانية عشر راكبا. ثمانية. 18 راكبا، و15 راكبة. 5 و15 راكبة.
Okay. هذا فندق صغير فيه No, no. اثنان No, no, no. اثنتا عشر Yes, اثنتا عشر. اثنتا عشر غرفة فقط غرفة فقط. غرفة نعم بما السوق سيد غرفة فقط عثمان له عثمان ممنوع من الصرف. عثمان له عثمان عثمان has له واحد no 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 واحد عشر واحدة عشر no no أحد 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 عشر ابنا أحد عشر ابنا اثنت عشر اثنتا عشرة بنتا بناتا عشرة for feminine أنا حفظت ثلاثة عشرة سورة ثلاثة عشرة اوكي في هذا المستشفى 19 طبيبا تسعة وسبعة 19 طبيبا وسبع عشرة طبيبة طبيبة قرأنا اليوم ثمانية سماني ثمانية عشرة كلمات جديدة اوكي هذا القلم أربع عشرة دوبية What does it mean? Rupiah is a Pakistani دوبية currency. Rupiah is a Pakistani currency, but Okay, Rubia. yes. في هذه العمرة ست عشرة شقة